مساء الفل. النهارده هاخدك رحله كده مع عمرو دياب جوه الاستوديو، وفكره لاول مره تتعمل على اليوتيوب، وهخليك تسمع الانسترومنتال تراك. لا ده مش دوا، ركز معايا كده. اي مطرب قبل ما بيحط صوته على التراك او على الاغنيه بيسمعها الاول، وهي بتبقى التوزيع الموسيقي من غير اللحن والكلمات. وقبل ما نبتدي ثلاث حاجات منك بسرعه: اشترك في قناه اليوتيوب وفعل الجرس، فولو على انستغرام، وفولو ولايك على صفحة الفيسبوك الاثنين. انا هسمعك كده شوية تراكات لعمرو دياب من غير صوته ولا الكلام ولا اللحن، التوزيع بس زي ما هو بيسمعها بالظبط قبل ما بيخش يحط صوته في الاستوديو. وعلى فكرة انت ممكن وانت بتسمع تتلخبط وما تعرفش دي اغنية ايه. نبدأ. انا وانت من توزيع عادل حقي. الله لا يحرمني منك من توزيع طارق مدكور. ألومك ليه؟ توزيع عادل حق. الليلة من توزيع أسامة الهندي. عكس بعض من توزيع عادل حق. يا كنزي من توزيع فهد. وحشتيني من توزيع نادر حمدي. جرى لي ايه من توزيع عادل حقي. اللي بعده أيامه بنعيشها من توزيع طارق مدكور. يا دلعو من توزيع عادل حقي. يا ساحر من توزيع أسامة الهندي. يوم ما اتقابلنا توزيع عادل حقي. بص ما تكذبش عليا وتقول ان انت عرفت كل الاغاني من مجرد التوزيع. في حاجات اكيد اتفاجئت ان ايه ده، هو الموسيقى دي بتاعت الاغنيه دي؟ وده يا جماعه ان دل فبيدل على الموزعين الجامدين او اللي عمرو اشتغل معاهم، وتحيه كبيره ليهم، انه الناس دي عامله شغل بيكون ظاهر جدا، وساعات الاغنيه ككلام ولحن ما بتظهرش جمال التوزيع. وفي الاول في الاخر الرئيس بتاع كل ده هو عمرو دياب، لان هو اللي بيختار وهو اللي بيتدخل في كل حاجه. اكتبوا لي في التعليقات تحت ايه اكتر اغنيه اتفاجئتوا ان دي الموسيقى بتاعتها. وده اللي كان عندي النهاردة، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.